يجرح أحدهم إصابته خطيرة. في تبادل يطلقنا مع الشرطة الصربية على الحدود بين صربيا وكوسوفو. إلى ذلك اجتمعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون برئيس وزراء صربيا إيفيتسا دازيتش ورئيس وزراء كوسوفو حاشم تقي للمرة 13 في إطار حوار يهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. وقالت أشتون في بيان إن الاجتماع تناول الخطوات المقبلة في مجال تنفيذ الاتفاق والعمل على مواصلة تنفيذه على النحو المتوقع في الأسابيع والأشهر المقبلة. لإذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعرض بأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة سلطنة عمان. Oh,